نتائج تحرياتنا عن الفنانة الغامضة التي رفضت الإجابة عن أسئلتنا؟ شايفين؟ الصحفيين هيكشفوا كل حاجة، والدنيا بكرة هتتقلب وهننفضح. الأميرة أمال الأطرش بنت الأمير فهد الأطرش بتغني في الكباريهات. إيه الورطة اللي بردتوني فيها دي؟ ها؟ أنت عارفة إيه اللي هيحصل؟ هتقوم الدنيا في الجبل ومش هتقعد. حيلك حيلك يا أخي شوية، فزعتني وأنا نايم. إيه؟ مالك بتصرخ ليه في نص الليل كده؟ في نص الليل؟ ده نص الليل؟ شوف إيه اللي بيجري يا أخويا شوف. طيب اقعد بس كده وروق أخلاقك وقول لي مالك. مالي؟ مالك؟ قول مالنا؟ إيه اللي بيحصل لنا؟ أنت خلاص اتنيلت على عينك وبقيت مضرب، قلنا راجل وعقله طائر. بس دي أمال. معقول؟ أمال، أمال الأميرة بنت الأمير فهد الأطرش تغني في الكباريهات، معقول؟ طب أنا اتجننت وفقت، أنتوا توافقوا إزاي؟ دي الأميرة أمال، بنت عيلة الأطرش، يعني فاهمة يعني إيه عيلة الأطرش؟ وربنا أنتوا فاهمين حاجة! هتاف وقعد هتاف، شو جنيت؟ أي نعم جنيت، جنيت أي جنيت، ومن اليوم أمال ممنوع تطلع من البيت، مفهوم؟ افوت على أوضتك، أو روح صب ماي بردة على راسك. وبعدين بس توطي صوتك فيك تورجينا وشك. روح يعني كده توطي صوتك ما تخليش تاني يطلع. روح خلاص خلاص ما صار شيء. رواق رواق دارك ما صار شيء. يا بي معقول تكون زعلان مني كل هالشي؟ يعني أنا شو كان طالع بإيدي أعمل وما عملت؟ أنت مش مستحي على حالك، مش مستحي على شواربك وطولك جاي لعدي لهون وتحط عينك بعيني. أنت فؤاد بن فهد الأطرش، حيف عليك قاعد مثل النسوان وحاطط إيدك على خدك وكل شي عم بصير قدام عيونك. امك عم بتغني وخيك صغير الله لا يكبره عم بغني، واخرت خيتك وين؟ بالكبريهات. بس يا بي انا خلاص بديش اسمع صوتك. انا متبري منكن، انا لا بعرفكن ولا بتعرفوني. تخيلك يا بي انت تركتنا. انا تركتكم؟ انا قلت لها لامك تيجي على هالبيت معززه مكرمه وكل شيء تحت رجليها تعيش اميره، بس لا راسها ولا بسيف الا تروح لمصر. بس انا مثل ما فهمت كان في حروب وكان في قتال. بتعيش مثل غيرها، واللي بصير على الناس بصير عليها، ولا براسها في ريشه. طيب يا بي طيب خلص كل شيء بنحل. عيف عليك يا فؤاد يا باطل، روح لك يا بي روح روح. لما بصير رجال وبتصرف مثل الرجال ساعتها تعال عندي وصدر البيت لك. بي لا تظلم.